يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به وبه من خوفهم آمين وبآيات القرآن فَاتَّئِذْ فِينَا أَخَ الْوَهَنِ نَعْرِفُ الْبَضْحَ وَتَعْرِفُنَا وَالصَّفَا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به وبه من خوفهم آمين وبآيات القرآن فَاتَّئِذْ فِينَا أَخَ الْوَهْنِ
نعرف البضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله يا رفيع شاني ودرجي أقفتي جيرة العالمين يا نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات فَاتَّئِذْ فِينَا أَخَ الْوَهَنِ نَعْرِفُ الْبَضْحَى وَتَعْرِفُنَا وَالصَّفَا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أضفى يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم ني والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوف فيهم آمين.
فاتئد فينا آخر واني نعرف البضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله يا رفيع شاني ودرجي أقفتي جيرة العالمين يا نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات فاتئد فينا آخر واني نعرف البضحى وتعرفنا والصبر